تشجعوا يا جند الإسلام، كونوا كضربة سيف واحدة على أعداء الإسلام. اللهم نصرك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد ابتدأت المعركة. اللهم نصرك. وانتضربوا مجنبات الجيش. الله أكبر، الله أكبر. أشرت عليك فعصيتني، أشرت عليك فلم توافقني الرأي. هزمنا العرب هزيمة لن ننسى طعمها ما حيينا، وفوق كل ذلك سيسيطرون على كل غربي النهر بما في ذلك الأنبار. أنت على الحرب يا أرسطو، فافعل ما بدلك. طلبتني على عجل يا خالد، ماذا في الأمر؟ يا متنى، صحبتك في العراق أميرا وسيدا وأخا، وكنت سداد الثغور الميمون النقيبة البطلة في الهيجة، وأنك لقادر الآن بعد أن حررنا غربي دجلة من الفرس وحلفائهم أن تدير هذه الأنحاء، وأنت مسلم تقي ورع، وأنت بيننا أميرنا، ومعك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرني الخليفة بالمسير إلى الشام دون إبطاء، فإن أخوتنا بحاجة إلينا هناك. ومن ستأخذ معك؟ سأخذ نصف الجيش، وفيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا خالد تأخذ الصحابة؟ والله ما أظن أننا ننتصر على الفرس إلا بهم، لصحبتهم وسابقتهم، ثم إننا قوم حديثو إسلام، ونحن بحاجة لمن يعلم الناس القرآن والأحكام ويفقههم في دينهم. يا مثنى، والله إنك نعم الرجل ونعم الأمير، لا
لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جندي، وأحب أن أصحبهم ولا أرغب أن تحملها علي. يا خالد إنك لبيب، كيف تعري العراق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشدتك الله، لا تدعنا نختلف، وقد كنا إخوة في الجهاد، وفتح الله على أيدينا ما لم يخطر على بال. إنني مصر على بقائهم في العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مثنى، يذهب نصفهم معي إلى الشام، والنصف الآخر يبقى معك في العراق. كما تريد يا خالد، وفقكم الله وسدد خطاكم. أي الطرق ستسلك إلى الشام؟ أريد طريقا مختصرا يوصلني إلى الشام في 10 أيام. ماذا؟ إن الطريق إلى الشام تحتاج إلى شهر على الأقل. لكن أخوتنا في ضيق في فلسطين، وقد طلبوا المدد على عجل، فهم في ضيق من أمرهم. لو سلكت طريق الصحراء فقد تهلك وتهلك من معك. وإن لم أسلكها وتأخرت على أمرائي وجند الشام، أخاف أن يهزموا بسبب تأخري. الحذر يا خالد، إنك تقدم على مغامرة مهلكة. لا بد من حل آخر، لا بد.